30 مستثمرا من أصل 146 توقفت مشاريعهم قبل انطلاقها بهذه المنطقة الصناعية لبلدية 14 ببومرداس بسبب انتهاء أجل عقود الامتياز المحددة بستة أشهر قبل معالجتها على مستوى الشباك الموحد للولاية. واليوم أغلبية هذه المشاريع تعود إلى نقطة صفر رغم حصولهم على العقار الصناعي. جريت وديبوزيت أموا أبريل مديت لاريتي ديت للتيرا لقيشي إينيك لأسباب ما على باليش أنا طولوا باش فوتوني في لقيشي إينيك أبري نف موا لاريتي سي بون سي إكسبيري نف موا مي قعدنا نتبعو ماشي مانيش وحدي فكاين 30 واحد اللي عندهم لاريتي إكسبيري كل واحد ولوكا تاعو رخصة البناء أنا ما يقدرش نديها ما عنديش لاريتي إكسبيري. وإن كان والي ولاية بومرداس الحالي أمر بالتحرك بصفة مستعجلة من أجل إعادة تمديد عقود الامتياز وتسهيل إجراءات الحصول على رخص الاستغلال ثم البناء بالنسبة للكثير من هؤلاء، إلا أن هذه العملية تتطلب الإسراع أكثر. كل المطالب تاعنا مبينين، احنا يكتفيونا يمشيونا برك الإجراءات ويسرعوا شوية في الإجراءات. هذا مكان هي فيها سيمو يزدنا إناني جب يا ربي عندك الوقت باش حتى تدير تبدأ في المشروع تاعك في أرض الواقع ما تبقاش كيما راهي هكذا. مراحل متقدمة من إجراءات تجسيد المشاريع لم يتبقى لها سوى رخص البناء والشروع في الإنتاج كحال هذه السيدة. احنا عندنا بروجي دو برودكسيون فارماسيوتيك حطينا لو دوسي تاع لوتوريزاسيون ديكسبلوطاسيون ان شاء الله ما بقناش يسوار حطينا في ديسمبر 2020 وما بقناش ان شاء الله يسوار دو كالكو جور ونرفدوا لوتوريزاسيون ديكسبلوطاسيون سويت ا سلا نحطوا لو بيرمي دو كونستروير دي بروسيدور ادمنستراتيف نرفدوا ان شاء الله اون اورا لو بيرمي دو كونستروير اي اون انشان ان شاء الله ونبداو لو بروجي ديالنا. هذه الحظيرة الصناعية الضخمة التي تتربع على مساحة 136 هكتارا مقسمة إلى 249 قطعة أرض تحتضن عشرات المشاريع الاستثمارية التي تعاني اليوم من إجراءات وعراقيل بيروقراطية يتوجب على الحكومة مرافقتها لتدليل هذه العقبات وتسريع وثيرة تجسيدها.